أهلا بكم مشاهدينا. أقل من 48 ساعة على موعد صدور قرارات المحكمة الاتحادية بما يخص الطعون التي قدمها قاسم خشان ومحمود المشهداني لإلغاء الجلسة الأولى للبرلمان التي أفضت هذه الجلسة إلى انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان. هذا الخلاف القائم على أشده بين القوى والتحالفات الشيعية والذي أساسه عما إذا ستكون الحكومة العراقية الجديدة المقبلة حكومة أغلبية وطنية كما يريدها الصدر وحلفائه أو حكومة توافقية كما يريدها الإطار التنسيقي. فما هو اليوم موقف الصدر إذا تم إلغاء الجلسة الأولى للبرلمان وتمت الموافقة على دراسة هذه الطعون؟ ويعني ما هو أيضا موقف الإطار التنسيقي في حال تمت الموافقة على الجلسة الأولى للبرلمان؟ والسؤال الأهم والأبرز، إلى متى سيبقى هذا الاقتتال الشيعي في البيت الشيعي متصدرا الساحة السياسية والمشهد السياسي العراقي؟ الأيام المقبلة ستجيب على هذه الأسئلة.